في قلب الجنوب السوري يتصادم نظام الأسد مع محافظة شكلت عقدة يصعب تفكيكها بالنسبة له، تدعى السويداء. ولأن خصوصية المكان ومن فيه تفرض خيارات أمنية مختلفة عن التي يمارسها تجاه المدن السورية التي انتفضت في وجهه، فهو يحاول بشتى الطرق اختراقها بأسلحة غير كلاسيكية تتمثل بإثارة الفوضى وإفلات العصابات المسلحة في المنطقة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تكشف مصادر مقربة من حركة رجال الكرامة في السويداء عن مساعي النظام لتحييدها عبر دفع زعامات محلية لتصدر المشهد السياسي والشعبي، وفي مقدمتهم لؤي الأطرش المعروف بقربه من النظام وتأييده لتجنيد أبناء المحافظة في الجيش. تقول المصادر أيضاً أن من المؤشرات التي تشي بنيات النظام هي افتتاحه ما يسمى بمراكز تسوية، وحديثه عن عقد اتفاقات جديدة مع المطلوبين والفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، كذلك السماح لأبناء المحافظة بالتأجيل لمدة عام للخدمة، وذلك برعاية الأطرش نفسه. لماذا يحاول النظام إقصاء رجال الكرامة؟ تجيب وقائع الميدان الأخيرة أن الحركة المحلية قضت على عصابة راجف الحوط المدعومة من قبل مخابرات الأسد، إلى جانب تصديها للتهديدات التي تشكلها عصابات محلية والميليشيات الإيرانية وإغراق المحافظة بالمخدرات والخطف والسرقات. ولأنها قالت للأسد يوما وأيام الكيل قد فاض. نحن طوعيتكم الله، لا بنزود حدا ولا بنزيد حدا، بس يا أخوان الكيل فاض.